في الامام تصل لمساعد ندى مساعد يلعب كره في الامام الى كاماتشو كاماتشو هنا العرضيه لصالح الشباب وتصل للحسن كيتا يعطي بالتسديده واخيرا في المره الحسن كيتا يسجل اول اهدافه في دوري زين السعودي المحترفين اول اهداف الشباب ياتي فيها الدقيقه الثانيه والأربعين من زمن شوط المباراة الثاني بعد محاولات ومحاولات بعد أيضا مجهود كبير من لاعبي فريق نادي الشباب بعد ثلاثة تغييرات بعد مجهود كبير من لاعبي فريق نادي الحزم للمحافظة على هذا التعادل الكرة تأتي بعد عرضية كاماتشو التي لم يكن لها معنى ولكن عندما تريد الكرة أن تصل مرت من كازوندي مرت حتى من الظهير الأيسر سامي بشير ووصلت هادية مرتاحة لحية الحسن كيتا استلم وسدد على يمين وليد السبهان هدف أول في المباراة هدف أول للشباب في هذا اللقاء وهدف أول للحسن كيتا في دوري زين السعودي للمحترفين وعودة حميدة مع أول لقاءات اللي يلعبها الحسن كيتا ونقاط شباب شبابية ثلاث مع